وزير الخارجية يؤكد أن هناك اتفاق مع نظام بغداد لإعادة اللاجئين. مطالبات على مستوى النمسا بقواعد صارمة على حيازة الكلاب الشرسة. المحكمة التجارية تلغي زيادة أسعار الكهرباء لشركة فاربوند. ارتفاع عدد حالات غسيل الأموال العام الماضي. نقابة الأطباء في فيينا تدعو إلى إضراب عام. والحكومة تخفض قواعد الشفافية للبلديات الصغيرة. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أكد وزير الخارجية ألكسندر شالينبرغ أنه تم توقيع اتفاقية تفاهم مع النظام العراقي لإعادة اللاجئين المرفوضين والمدانين بجرائم. ووصف شالينبرغ في جلسة اللجنة الخارجية في البرلمان أن افتتاح السفارة النمساوية في بغداد بأنه فعل جميل للغاية، مؤكدا على أهمية بناء شراكات قوية في الوقت المناسب، مع التأكيد على ضرورة التعاون في مجالات الأمان والهجرة، وأشار إلى وجود مزيد من اتفاقيات الإعادة في طور الإعداد، بما في ذلك مع جمهورية مصر العربية. طالبت الهيئة الاستشارية للسلامة على الطرق كافاو بفرض قيود إضافية على أصحاب الكلاب في جميع أنحاء النمسا بعد حادثة الهجوم في النمسا العليا التي أدت لوفاة امرأة. وطالبت الهيئة بتعميم تجربة فيينا، وهي تتضمن إلزامية رخصة حيازة الكلاب لبعض السلالات منذ عام 2011، ودعت الهيئة إلى فرض إرشادات وطنية موحدة مثل ارتداء قناع العضة واستخدام الحبل خاصة للسلالات الخطرة، مع التشديد على أهمية فحص وتجديد رخص حيازة الكلاب لضمان مسؤولية أصحابها عليها. قررت المحكمة التجارية في فيينا إلغاء زيادة أسعار الكهرباء التي فرضتها شركة فاربوند في مايو 2022 نتيجة لشرط تغيير الأسعار الغير قانونية. وأفاد اتحاد معلومات المستهلكين أن الحكم يتيح استرداد المبالغ المرتفعة للمستهلكين، ولكن الحكم غير نهائي. ودعا الاتحاد إلى رد الأموال ورفع دعوى ضد فاربوند لزيادات أسعار الكهرباء غير العادلة، وأكد الاتحاد أن البند التكييفي غير جائز، وينبغي توفير معلومات واضحة للمستهلكين حول تغييرات الأسعار وعقود الطاقة. شهدت النمسا زيادة بنسبة 16% في حالات غسيل الأموال خلال العام الماضي بإجمالي ملفات مستلمة 6903. وفي بيان للشرطة الجنائية قالت فيه أنه تم التبليغ عن 6053 حالة من قبل فئات ملزمة بالتبليغ مع 716 استفسارا دوليا. وأكدت الشرطة أهمية دور القطاع المالي في كشف الاشتباه، حيث جاء 4594 تقريرا من البنوك، وأعلنت أنه تم تأمين 2.2 مليون يورو وإصدار 81 حكما قضائيا، وكانت جريمة الاحتيال الإلكتروني الأبرز بنسبة 30%. دعت نقابة الأطباء في فيينا لتنظيم إضراب عام في منتصف نوفمبر، من منتصف نوفمبر إلى منتصف ديسمبر لأطباء المستشفيات في فيينا، وذلك ليوم كامل. وسيتم تعليق أعمال الأطباء في المستشفيات لمدة يوم على الأقل، حيث يعتزم الممرضون أيضا الانضمام. ويرى 70% من الأطباء المستطلعة آراءهم أن الإضراب منطقي وفعال للتعبير عن المشكلات في القطاع الصحي، وتشمل التحضيرات تعاونا مع النقابات فيدا ويونيون وجي أو دي، داعية جميع العاملين الطبيين والتمريض إلى الانضمام. أعلنت الحكومة النمساوية عن مرسوم جديد يستثني البلديات الصغيرة من واجب نشر المعلومات الرسمية إذا كان عدد سكانها أقل من 5000 نسمة. وتمت مراجعة المسودة بعد عام ونصف من إعلان التحالف اتفاقا حول حقوق الحريات المعلوماتية، ويشمل إلغاء المقترح البرلمان والحكومة على مختلف المستويات. وأشارت الوزيرة كارولين إدلشتادلا إلى جهودها في إقناع البلديات والولايات بالتوصل إلى تفاهم جديد بشأن هذا القانون. وأكد نائب المستشار فينا كوغلا أن إلغاء السرية الرسمية يعتبر تحولا ثقافيا هائلا في الجمهورية.
كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.